تعالوا نبحث عن الجمال ونزيل كل ما يتعلق بالقبح وكل ما يتعلق بالمشاكل والأزمات، نحاول أن نجد حلولاً لها. هو أحد سادة التحقيق الصحفي، يقضي يومه بين سطور القضايا وأروقة المحاكم، ويفتش عن الحقيقة بين شهادات المصادر مهما بعدت الضروب وتعقدت المسالك. بابتسامة صافية وهدوء شديد يكتب قصته ويدون عناوينه ليدشن نفسه ملكا للخطابات، ويكتب اسمه كواحد من نجوم العصر الذهبي لمجلة روزال يوسف العريقة. هو وائل الإبراشي الذي تنفس الصحافة حتى الرمق الأخير، واحتفظ بخلطته السحرية من سطور الصحف والمجلات إلى لمعان الشاشات. بنرفع شعار دايماً مشاكل وأزمات نسلط عليها كشفاً من الضوء من أجل حلها. من شربين بالقرب من المنصورة جاء الإبراشي شاباً، تخرج في كلية التجارة يبحث عن مساحة صغيرة للحلم داخل الصحافة كمتدرب صغير، لكن كباراً مثل صلاح حافظ وعادل حمودة وآخرين نفضوا غبار الموهبة وأمدوها بالخبرة والفرصة، فسرعان ما لمع كمحقق بارز يشعل الحملات الصحفية ويفوز بالسبق، فيزيد التوزيع ويكبر الاسم. فكانت خطابات لوسي أرتين وسلسلة الهاربين في لندن وتحقيقات اللاجئين في الجولان وحوارات الجزائر في العشرية السوداء ومعاناة مرضى الإيدز وعقلاء مستشفيات الصحة النفسية وغيرها من التحقيقات التي صنعت اسم وائل الإبراشي كمحقق فريد، قبل أن ينتقل لرئاسة تحرير صحيفة صوت الأمة قافزاً بالتوزيع لأرقام قياسية وكاتباً لفصل مهم في تاريخ الصحافة والسياسة في مصر على مدى 6 سنوات. في التلفزيون كانت له جولات أخرى، بدأ بإطلالة خاطفة في تلفزيون ERT ببرنامج واجه الصحافة، ثم في لحظة فوران إعلامية كبرى قدم الحقيقة على تلفزيون دريم ودفعه النجاح إلى ظهوره اليومي. لكن النجاح الأكبر جاء مع 10 مساءً حين رحلت زميلته منى الشاذلي من تقديم برنامجها الأشهر، وقبل التحدي وغير شخصيته وبات منصة تلفزيونية فريدة تغطي مصر من أقصاها لأقصاها بقصص وتحقيقات وتقارير، وتنقل المعارك التلفزيونية بلا ملل. احنا واجبنا ان احنا نساعدك وما تقولش تعبيرات، يعني انت مواطن ارفع راسك لفوق ومن حق يا باشا من حقك علينا ان احنا نساعدك ومن حق المسؤولين ان يستمعوا. بعد 10 انتقل لعام لقناة اون تي في، ثم كان الرهان الجديد في ماسبيرو ببرنامج 9. وبالجهد والسفر والتعب كسب الرهان في فترة وجيزة. خلوا دايما الأحلام تحلق في الهواء، وخلونا دايما ملهاش علاقة بالسن يعني.